أيها المسلمون، عليكم بالدعاء، الدعاء الدعاء واجب العصر وفريضة الوقت. الدعاء أقل القدرة وأعظم النصرة. كم مرة تدعو لأمتك في يومك؟ أنت بحاجة إلى دعوتك قبل غيرك، والناس كلهم لا يستغنون عن دعوة واحد منكم. جاء في السير أنه لما صاف قتيبة بن مسلم الجيش للترك وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع رحمه الله. قيل أين هو؟ قالوا هو ذاك في ميمنة الجيش، جامح على قوسه يبصبص بأصبعه نحو السماء. فقال قائد الجيش: تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. دعوة واحدة تكشف الغمة عن الأمة. لا تبخل على إخوانك، فهذا واجب في عنقك، أن تدعو لهم في ليلك ونهارك، في حلك وترحالك، في مظان الإجابة لدعائك.